السلام عليكم. اليوم مع وصفات مويد ان شاء الله راح نديروا لي بتي فوق بالزيت. طلبتوها بزاف هذه الوصفه مني واليوم ان شاء الله راح نديرها لكم. كنت عملتها زمان لكن عملتها يعني في البدايه تاعي صور فقط. اليوم ان شاء الله راح نديروها فيديو. واش راح نحتاج في هذه الوصفه؟ راح نحتاجوا 3 بيضات كاملين، كاس تاع السكر رطب سكر غلاس، نص كاس تاع النشا اللي هي لا مايزينا نشاء الذره، كيس تاع خميره كيميائيه الوزن تاعو 10 غرام، مغرفة صغيرة تاع لافاني ولا أكثر. يعني الحلوة اللي فيها الزيت من الأحسن يعني زيدي لها لافاني. هنا عندي كاس تاع الزيت الفرينة، يا إما الفندير عيني ميزاني، لكن اليوم إن شاء الله راح ندرب كيفاش نعطيكم يعني القيس بالضبط إن شاء الله. إذا نبدأ 3 بيضات كاملين هما الأولين، ندير معاهم هذاك كاس تاع السكر الرطب، نزيد معاهم لافاني بودرة ولا كيما حبيتي. درت مغرفة صغيرة شوية معمرة. هنا واش ندير؟ نزيد معاهم كاس تاع الزيت، نديرو كاس تاع الزيت، ندير معاهم كاس تاع الزيت. والآن لازم نخدمو الخليط تاعنا يعني بالباتر، ونبدا نخلط بالباتر حتى تحصلوا على خليط كريمي. بسم الله. اذا تحصلت على هذا الخليط هذا يكون خفيف، شوفوا معنا كيفاش يجينا. تقدري ما تخدمي يعني تخدمي بالفوي لكن حيعييك شويه. اذا ندير هذاك النص كاس تاع المايزينا، ندير معاه داك كيس تاع خميره كيميائيه مع المايزينا تاعنا، ونبقى نخلط. مسبق وذكرت الفرينه كنت ندير عيني ميزاني، لكن اليوم ان شاء الله راح نجرب كيفاش نعطيكم القيس بالكاس يعني بالضبط. ندير الكاس الاول تاع الفرينه ونبقى ندخل غير بشويه بالمغرف، يعني لو باتور نستعملوه في الاول فقط، من بعد خلاص ما زدتوش نستعملوه. نضيف الكاس الثاني كامل على ضربة ونشوف. اذا حتى الان انا عملنا زوج كيسان تاع الفارينة، نضيف نص كاس فقط. اذا خلينا نعمروا الكاس الثالث كامل. الكاس الثالث هو معايا عمرته كامل ونشوف. اذا ندير النصف تاعو يعني قل من النص، درت الربع فقط، ونخلط ونشوف. كي نتحصل على القوام تاع العجينه اللي نحوس عليه راح نحبس التخلاط. اذا نضيف شويه ونشوف شحال درت. انا درت نص كاس ونزيد ندخلها في الخليط تاعنا. اذا هنا الخليط تاعنا راه مليح. اذا شحال نحتاجو؟ زوج كيسان ونص تاع الفرينه. هنا العمليه راهي باينه امامكم. المهم تحصلوا على الخليط. اذا كان البيض شويه كبير راح تضيفي على الاقل مغرفه، ولا كان البيض تاعك كيما تاعي راح يجيك سوسو. يعني زوج كيسان ونص تاع الفرينه مع نص كاس تاع المايزينا. هنا العجينه تاعنا راهي واجده، نحبسوا التخلاط ونجوزوا نشكلوا لي بتي فور تاعنا. اذا هنا عندي الاندوي كيما نشوفوا، عندي لابوش تاعي نعمرها بالعجين. الفون تاعي راني شعلته قبل ما نبدا نخدم الحلوه تاعي كامل على 180 درجه هكذا باش يسخن مليح. الفون كي يسخن مليح هيعطيك نتيجه يعني مرضيه كي طيبي الحلوه تاعك. اذا نديروا العجين لداخل في لابوش نعمرها ونبدا نشكل. هنا عندي امول درت فقط ورق الطهي، نبدا نشكل في لي بتي فور تاعي بهذه الطريقه. والاشكال ديري كيما حبيتي، الشكل اللي حبيتيه ديريه. فقط انا عملت لكم هذا الشكل.
اذا بهذه الطريقه ندخل المطيبه على 180 درجه، حمروهم شويه باش يجونا بنان ونلتقي فيما بعد. فقط هنا السنيوة الثانيه عملتهم شويه صبيعات، ما يكونوش طوال بزاف طبيعه الحال، يعني بهذه الطريقه نعمر السنيوة تاعنا ونهبطوا شويه فقط هاد عاملين داك الشيء تاع الزيت ونهبطوه. السنيوة تاعي هاي الثانيه نطيبها ونلتقي فيما بعد باش نزينوا لي بتي فور تاعنا. اذا هاي السنيوة الاولى بعد طابت، شوفوا كيفاش يجينا، يعني الشكل ماش راح يبقى تماما لانه مخدوم بالزيت، الشكل اللي يبقى هو تاع الزبده. هكذا باش نكونوا متفاهمين، الا زدتي الفرينه للعجينه تاعك يعني ماش راح يولي بتي فور، راح يولي طابع. هذيك نصيحه فقط. اذا من بعد واش ندير، نلصق كل زوج حبات بالمربى، والحلوه يعني كي تردي الحبه تحسيها انه خفيفه، يعني طيبوهم شويه حموره، نلصقهم كامل معنا بشويه تاع المعجون. اسمعوا مليح نصيحه تاعي، ما تزيدوش الفرينه لانه راح يولي طابع. من بعد هنا راح ندوب شويه تاع الشوكولا، نستعمل هذا النوع، استعملوا اي نوع يكون عندكم. اذا نقطع قطعه، دائما الشوكولا فتيها بهذه الطريقه باش تستعمليها هكذا باش تجي التذويب تاعها سهل. اذا ندوبها حمام مائي، ندلها شويه تاع الزيت، هذه الكميه ندلها حوالي مغرفه صغيره فقط راح تكفيني، ونديرها فوق النار حتى تذوب لنا. بعد ما ذابت الشوكولا نزينهم كامل بالشوكولا، يعني من الجهه الصغيره نديروا له الشوكولا. بهذه الطريقة حبيتي ما ديري الشوكولا يعني ماشي شرط، دائما تزيين يبقى اختيارك. كيف تقدري تغطسي هذا الوجه هذا في الشوكولا، بعد ديري في اي مكسرات ولا في لانوات كوكو. نكمل كامل نزين الحلوة تاعي ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. الوصفة تاع نهار اليوم اللي هي لي بتي فور بالزيت، هما معنا بعد ما نشفت هذيك الشوكولا، شوفوا معنا كيفاش يجينا. هذه هي الكمية اللي عملتها لي كامل كما رانا نشاهدو، تحبوا تزيدوا تصغروا، تحبوا ديروا على حبه كما حبيتوا. فقط كنصيحه ما تكثريش الفرينه، تكثري الفرينه يولي طابع. اذا هنا راح نقسم لكم فقط حبيبه باش تشوفوا كيفاش جانا، يعني كل ما يطول هذا البتي فوق راح يزيد يطرى، راح يولي روعه. يعني شوفوا كيفاش يجينا، يجي بزاف بزاف خفيف. نتمنى انكم تجربوه، خاصه الاخوات تطلبوا مني الوصفه. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.